أنا أتيت لكم هنا ليحييكم ويحيي شجاعتكم، وأقول لكم لكي نرد عليهم، نرد عليهم أني أنا في وسط الشعب، في وسط الجماهير، مع أن معمر قذافي ليس برئيس ولا ملك ولا رئيس حكومة وما عنده أي صلاحيات دستورية ولا إدارية، ولكن الشعب يحبه يراه، لأن هنا العزة، نحن العزة والكرامة والمجد والتاريخ والكفاح. هذا الشعب الذي ركع إيطاليا وقبلت يد ابن عمر المختار، الثورة التي ركعت إيطاليا وجعلتها تقبل يد ابن عمر المختار، شيخ الشهداء، بطل الغابة، قائد المقاومة الوطنية الليبية. هذا الشعب الذي جعل إيطاليا تعتذر وتدفع التعويض غصبا عنها، الثورة التي جعلت إيطاليا تعتذر وتدفع التعويض وهي صاغرة، الثورة التي جعلت ليبيا في القمة، جعلت ليبيا هي قائدة العالم الثالث بل العالم كله، الثورة التي جعلت الشعب الليبي في العلا، جعلت الشعب الليبي عظيم عظيم جدا بالثورة. وعليكم أن تغنوا وترقصوا وتستعدوا، غنوا وارقصوا واستعدوا بصراحة. أنا بطلب من المصريين طلب، بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء ينزلوا ليه؟ ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. إذا كنت عايز تبعد بس بشرط واحد، تقتل الدهاشنا كلها.